ايه رايك نخلصه من هدهد وناخد الحدوته دي كلها لينا؟ انت طماع قوي، مش مكفيك 15%؟ انت اللي مكفيك 15 ولا 20% ولا 30. احنا في ايدينا ناخد الفلوس دي كلها. بس لازم ضمانات. ايه يا عم دخلت في حديده؟ في ايه؟ انت عارف شغلتنا دي ما فيهاش اي ضمانات. لا فيها احلى ضمان. جاكلين نتجوزوا. موافقه.